يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا زاوية طفلك. لهذا اليوم نتحدث فيها عن التغذية وتحديدا عند الأطفال الرضع، والسؤال الذي يتبادر دائما للأم: متى أبدأ بإطعام طفلي؟ هناك طبعا حسب الدراسات تختلف ما بين طفل والآخر، لكن ماذا الأنسب للجميع؟ نحاور بهذا الموضوع أخصائية التغذية العلاجية عبير عسيلي. صباح الخير إليك. أهلا، يسعد صباحي كريمة، وصباح كل يلي عم بيحضرونا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. ومهم جدا أن نتحدث اليوم عن متى أبدأ بإطعام طفلي، هذا السؤال الذي يتبادر لي الأم، خاصة يمكن لما بكون أول طفل أو حتى لو بصير الثاني والثالث عندها، لكن هذا السؤال دائما حاضر لديها. هذا أشهر سؤال أصلاً بالموضوع بالعادة. هلأ هو في كتير مدارس، في مدارس أو أطباء بيقولوا لك إنه لازم البيبي يبدأ يأكل على 4 أشهر، في أطباء بيقولوا على أطباء أطفال بيقولوا على 6 أشهر. هلأ إحنا بالعادة بنقول اللي بيحدد متى الطفل يأكل التطور النمو عنده، استيعابه وقابليته للأكل، قدرته على البلع بشكل عام، ببين هذا الإشي مع الأم بذاتها يعني. فبالعادة إحنا بنحكي الدراسات بتقول إنه يفضل إنه على الشهر السادس إنه الطفل يبدأ يأكل، بس ممكن إنه يتبدأ الأم بالشهر الرابع إنها تطعميه، بيعتمد زي ما قلنا على قدرة الطفل واستقباله لهذا الموضوع. طيب في خطورة في حال بدأت الأم بإطعام طفلها بعمر الـ4 أشهر؟ خاصة أنه البعض بأكد على هذا الموعد من إطعام الطفل لتعويضه عن الحديد إذا كانت الرضاعة طبيعية. هلأ بالأول خلينا نحكي أنه من أول ما ينولد البيبي للشهر الرابع فقط حليب لازم الطفل، أنه يعني نعتمد على الرضاعة الطبيعية، أو إذا ما رضي البيبي الرضاعة الطبيعية على الحليب اللي هو الفورميولا الجاهزة، الحليب الصناعي. هلأ من الشهر الرابع فيها الأم أنها تبلش أنها تدوقه. آلية أنه كيف تبلش مع الطفل؟ بالعادة بنقول بنبلش بالرز المهروس أو الخضرة المهروسة. بدك تستني تشوفي قابلية الطفل لإله. هلأ بتبلشي تدوقيه، ممكن أنك تبلشي تطعميه مثلا ما يعادل 3 ملاعق شاي. هلأ بنبلش انه الطفل ياكل مثلا نوع واحد من الاغذيه، بلشنا خضره مثلا، نمسك الكوسه نطعميه كوسه مسلوق ومهروس كثير منيح 3 ايام، الكميه بتكون مش اكثر من 3 ملاعق شاي، يعني الملاعق الصغيره جدا يعني. هلا المفروض على الام انها لما تبلش بغذاء معين تعطيه 3 ايام وتستنى هل الطفل صابه حساسيه منه او لا. هلا لانه اكبر خطر انه يكون الطفل عنده نوع من انواع حساسيه الغذاء، لهيك بنقول لهم كل 3 أو 4 ايام بتبلشوا تعطوه نوع معين. بنبلش بالخضره المهروسه المسلوقه كثير ومهروسه، بنبلش بالكوسه، بالبطاطا، ممكن بالجزر، ممكن بالرز، كل شيء بده يكون مهروس. كل نوع بنعطيه 3 لـ4 أيام لنشوف إذا في حساسية أو لا. عادة إذا عندهم حساسية ببلش من أول دقيقة، أو بتظهر أعراض الحساسية من أول دقيقة أكل فيها الطفل للـ24 ساعة الأولى. إذا ما تحسس الطفل أول من هذا النوع من الغذاء، بنبلش بنوع تاني وهكذا لحد ما نصير مطعمينه كل الأنواع اللي مسموح إنه يبدأ يأكلها من الشهر الرابع للشهر السادس. وبالعادة الأغذية المسموح يتناولها الطفل بهاي الأشهر اللي هي الخضروات المسلوقة ومهروسة، الرز والفواكه، بس بالعادة من آخر شيء الفواكه من هاي الـ3 أصناف، لأن الطفل إذا داق طعمة الحلو راح يصير يرفض الخضار، فمنخلي الفواكه ما بعد الخضار والرز لحتى يتعود على الصنفين سواء الخضار أو الفواكه مثل ما ذكرتي أستاذة عبير. ماذا عن قوام الأكل؟ هذا جانب مهم جدا حتى يكون سهل على الأطفال هضمه، تصريفه، كل هاي التفاصيل.
هلأ قوام الأكل لازم يبقى يعني عم نستخدم الخلاط وعم نهرسه ونخلطه بالخلاط لحتى ما يصير عنا اختناق أو لحتى إنه يقدر الطفل إنه يبلع بالذات بالبدايات. هلأ فيما بعد بصير على حسب التطور عمر الطفل بالأشهر بنصير إنه نرفع الصلابة فيها، بس كبداية لازم يبقى سائل ومهروس جداً، ومن ثم بنبدأ على حسب نوع الأكل اللي بدنا نضيفه بتصير نوعية طبيعة الأكل، هل هو مهروس، هل هو مسلوق ومهروس، هل هو حسب عمر الطفل. بالعادة من 4 إلى 6 أشهر لازم يبقى مسلوق ومهروس. نعم، مع الإشارة يمكن أنه الأفضل بالخضار تحديدا تكون على البخار، يعني هاي كمان معلومة يجب التأكيد عليها. أهم إشي شوفي، أهم إشي إنه خلاص تبقى كتير كتير زي ما بنقول منهية الخضار، تبقى يعني ما فيها ولا مادة صلبة ولا مادة اللي تسهل سهولة البلع للطفل. نعم، طيب أستاذ عبير، هلأ متى هلأ من الشهر السادس. تفضلي أستاذ عبير. هلأ من الشهر السادس بنصير ندخل من الشهر السادس بنصير ندخل مثلا انواع غذائيه ثانيه، مثلا بصير فينا على الشهر السادس برضه بنصير ندخل فواكه، خضار ورز او الحبوب المدعمه مثلا بتبقى برضه مسلوقه ومهروسه. هلا بنصير برضه فينا ندخل معكرونه مثلا، نوع من انواع الكربوهيدرات ممكن ان ندخل المعكرونه بهاي الاشهر من السادس للثامن. متى بندخل اللحوم؟ بصير اكثر شوي صلابه اللحوم. هلأ اللحوم، السمك، الدجاج بالعادة بنقول من الشهر الثامن للسنة، بس يفضل إنها من الشهر العاشر و11 وعمر السنة. ليه؟ لأنه البروتين إذا دخلناه عبكير من 4 إلى 6 أشهر ممكن إنه يؤدي يعمل استرس للكلى والكبد، وهم في طور النمو بيكونوا لسه، فممكن يأثر على أدائهم الوظيفي ويأثر على نموهم. لهيك بنقول دائما بعد 8 أشهر إذا أنت بتفكري إنك تدخلي بروتين سواء لحمة أو دجاج أو سمك، وبرضه بدك تعملي نفس الآلية إنه بدك تشوفي الطفل رح يحسس ولا لا منها. وعادة منقول برضه بدك تسلقيها كتير منيح وبعدين بدك تطحنيها أو تهرسيها مع الأكل. منبلش تدريجي إشي إشي بكميات جدا قليلة، وهلأ بيكون الأكل بيكون الجسم بلش يتقبل بالبروتين من بعد 8 أشهر، فما بيأثر على التطور وأداء الكلية والكبد لعند الطفل وما بيعمل لهم استرس، إنه ما بيأثر عليهم. فمنصير ندخل بالتدريج، فينا مثلا نبلش كمان بالبيض، فينا اللحمة والجاج، بس لما نحكي كلمة بروتين نتجنب تجنب نهائي إن ندخل حليب الحليب البقري للطفل لبعد عمر السنة، لأنه ممكن إنه يعمل لهم إشي اسمه ميلك أنيميا، فبيصير عندهم فقر حديد، ممكن يعمل لهم تهيج، ممكن يعمل لهم مشاكل برضه بالكلى والكبد زي ما قلنا، لأنه هم بيبقوا في طور النمو. فبالنسبة للبروتين من الشهر الثامن للسنة بنبدأ ندخله، بالنسبة للحليب بنخليه لما بعد عمر السنة الحليب البقري، لأنه الجسم ما بيقدر يهضم البروتين الموجود فيه. نعم، بعض الأغذية اللي بكون دائما عند الأم عندها استفسارات بهذا الموضوع، إنه هذه الأطعمة بتسبب الغازات، بالتالي بتحاول قدر الإمكان إنها تبتعد عن إعطاء طفلها. أدي هذا مهم، ومتى ممكن يعني الحبوب يمكن أكثر صدي عبير أنه ممكن تدخلهم الأم دون ما أنها تخاف أنه ابنها رح يصير عنده غازات أو ممكن مغص أو هاي الأعراض اللي ممكن يتسبب في حدوثها عند الطفل؟ هلأ من الأغذية اللي ممكن إنها تعمل غازات بشكل عام أو تحسس أو مغص أو هاي المشاكل اللي بتصيب عند الأطفال إذا ما كان عندهم حساسية من نوع الحليب أصلاً، لأنه سبق وقلنا إنه في حساسيات بتصيب الطفل، مش كل الأطفال طبعاً، هذا الإشي ممكن إنه يجي حسب ظرف النمو، حسب إنه الطفل انولد بكير ولا لا، واعتمدوا على الرضاعة الطبيعية ولا لا. هلأ كيف بدأت تتجنب من هاي الأشياء؟ أنا عندي طفل بيعاني من غازات دائمة، من بكاء دائم، من مشاكل بالأمعاء بشكل عام. بالعادة بنقولهم أول إشي لازم نفقده، هل الطفل عنده تحقق وطلع له مثلاً إحمرار أو اهتاج الجلد عنده، أو صار عنده أحا؟ هلأ بالعادة بنقولهم
أول إشي منفقد نوع الحليب. هل هذا الطفل عنده حساسية من سكر اللاكتوز الموجود بالحليب ولا لا؟ هذا أول إشي. إذا ما كان عنده حساسية منبلش بالأكل، منقولهم بالبداية تجنبوا. كيف بدنا نتجنب النفخة؟ بدنا نتجنب الأكل اللي بيعمل على النفخة، سواء كنت معتمدة مع الأكل رضاعة طبيعية، يعني الأم بدها تعرف شو بدها تأكل لحتى ما الولد الطفل بينتفخ، للمعتمدة على الرضاعة الطبيعية مع الأكل. ممكن كمان أنواع حليب معينة اللي بيعتمدوا على الحليب الصناعي، ممكن أنواع حليب معينة هي تكون يلي عم تعمل هاي الغازات وهي يلي بتأثر على الهضم عند الطفل. هلأ بالنسبة للأغذية، إنه فيك تتجنب أي إشي بنفخ، زي ما قلنا من الإشياء اللي ممكن تنفخ تعمل نفخة الزهرة، البصل، الثوم، البروكلي، هذا الأكل مثلا حاولي تجنبيه. ولما تسلقيه أو تعمليه على البخار وتحاولي أنك تدخلي بكميات جدا بسيطة، المفروض أنه ما يأثر. بس إذا الطفل بيعاني أوريدي من مشاكل من هذا النوع، منقولك خفي فيهم هالفترة، وممكن أنه الطبيب يعطيكي مثلا دواء معالج كمان مع الموضوع. في كتير أمهات بتلجأ إنها تشرب أطفالها أعشاب، بس بالعادة بنقولهم إنه رجاءً مش مسح الموضوع، إنه أي حدا وصف لي قال لي شربي الطفل يانسون أو بابونج أو شومر إني أشربه، بالذات ما قبل الأربع شهور. يعني إحنا بالعادة بنقولهم حتى المي بتشربوها بعد الأربع أشهر، أو إذا كانت الدنيا جدا حار، لأنه بالصيف الأطفال كتير بسرعة بتفقد الماء من جسمهم، لأنه بالعادة الماء بيبقى موجود، يعني معظم السوائل بتبقى موجودة بمعظمها برا الخلية، فبصير عندهم جفاف بسرعة. لهيك بالصيف منقولهم فيكوا تدخلوا لهم مي أو بعد الأربع أشهر. فهو الفكرة إنه أوكي كل الأطفال بتعاني من النفاخ، بالذات حديثين الولادة كانوا بسيستم معين جوا الجسم وهلأ صاروا بسيستم آخر، بلشنا ندخل لهم. لهيك منقول طولتي البال دايما بالأكل، وراقبي طفلك هل هو عانى من الأشياء اللي سبق حكينا، هل عانى من إمساك، هل عانى من غازات، هل عانى من استفراغ متتالي، هل صار عنده إحمرار، هل صار عنده هاي الأعراض، لأن هاي الأعراض كلها مرتبطة مع الحساسية. وعادة كل الأمهات الحديثين، يعني اللي عندهم بس بيبي واحد، بيكونوا كتير عندهم قلق من هذا الموضوع. صحيح. بس منقولهم طريقة كتير بسيطة لتتجنب هذا الموضوع، لا تسمعي قالوا إيل، دايما استشيري دكتورك أو أخصائي التغذية، ممكن هو يساعدك بشو الأكل اللي تتجنبيه وشو يلي ما تتجنبيه. آلية الطبخ دائما تكون بالتدريج، أول إشي سائل، بعدين منسميها سيمي ليكويد، يعني مهروس بس ممكن يبقى فيه شوية حبيبات، بعدين بيتطور للأكل يبقى شوي طري، بعدين منتطور للصلب. الإشي بالتدريج، كيف البيبي أول ما يمشي، أول إشي بيمشي خطوة وبيوقع، وبعدين مع الوقت بيصير يركض. والأكل نفس الفكرة، ما تخافي إنك تطعمي طفلك، وإذا حسيتي إنه طفلك عنده رفض من الأكل ما عم يتقبل، بدك تنتبهي إنه من عمر الست أشهر صرتي أنت تدخلي وجبتين لثلاث وجبات مع الحليب سواء طبيعي أو صناعي، فبدك تنتبهي على مخزون الحديد عند الطفل. هلأ إذا حسيتي إنه طفلك ما عم يتقبل الأكل، طفلك كتير عصبي، طفلك طول الوقت عم يبكي، وإنت أهملتي اللي بتحكيه الصحة لإلك إنه لازم على عمر الست أشهر تبدي تعطيه نقاط حديد، نعم، بيحددها الدكتور، بيصير عنده نقص حديد. صحيح. فبتصير عنده كل هاي الأعراض. نعم. لا إحنا بنكتفي بهذا، وبنشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أخصائية التغذية العلاجية عبير عسيلي كنتي معنا من الخليل، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك وبنشكرك على كل هاي المعلومات. احنا مكملين معكم اذا مشاهدينا، وعودة الى زميلة سلام. شكرا ريما ولضيفتك على كل هذه المعلومات المهمة.